نروح لخبر تاني. أفادت وزارة الداخلية بأن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد تحرك لبعض قيادات المجموعات الإرهابية بشمال سيناء يستهدف تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية للتأثير سلبا على الأوضاع الأمنية بالبلاد، فضلا عن تكليف بعضهم بتوفير وسائل الدعم اللوجستي لعناصر الرصد والتنفيذ. وأسفرت جهود البحث والمعلومات عن تحديد مجموعة من تلك العناصر والأوكار التي يستخدمونها للاختباء والتدريب وتخزين أوجه الدعم اللوجستي تمهيدا لتهريبها إلى المجموعات الإرهابية بشمال سيناء. معانا للتعقيب على هذا الخبر الكاتب الصحفي الأستاذ محمود عبد الراضي، نائب رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. صباح الخيرات يا أستاذ محمود، أهلا بك يا فندم. صباح الخيرات يا فندم، واهلا وسهلا بحضرتك. حابين نعرف لو كان متاح لحضرتك او عندك معلومات يعني اوفى او اكتر او تفاصيل عن الخبر ده والاعلان الخاص لقطاع الامن الوطني. يعني يا فندم، هذه الخليه مكونه من 20 شخص. تعرف حضرتك بعد حادث الروضه الارهابي الحادث الاليم اللي اختال 305 من المصلين الركع السجود، وعندنا عدد كبير من المصابين، الأجهزة المعلوماتية في وزارة الداخلية بدأت تلاحق الخلايا الإرهابية اللي دائما بتحاول استهداف الأبرياء في منطقة سيناء أرض الفيروز. الأجهزة الأمنية توصلت إلى أن هناك خلايا عنقودية بتخطط خلال الأيام المقبلة لاستهدافات أخرى، استهدافات للمنشآت الحيوية في سيناء، استهداف للأبرياء والمواطنين خلال الفترة المقبلة. ويبدو أنهم كانوا بيخططوا لعملية مقبلة يوم الجمعة المقبل بعد مرور أسبوع بالتمام على حادث الروضة. الأجهزة الأمنية بدأت تتحرك ورفضت تجمع لأخطر 6 كوادر وعناصر متطرفة في محافظة شمال سيناء. وبالفعل تم متهمة مكان وجود هؤلاء الأشخاص والقبض عليهم. المتهمين اعترفوا أن صدرت لهم تكليفات من العناصر الهاربة بالخارج بالتجهيز لارتكاب سلسلة من التفجيرات في وقت زمني واحد تستهدف عدد كبير من مؤسسات الدولة، مواقع شرطية، مباني حكومية، أكمنة، اغتيال الشخصيات العامة. يعني تم ضبط ده بحوزتهم أستاذ محمود؟ يعني كان في مخططات وأوراق بتدل على ده، كان بحوزة من تم ضبطهم؟ بالفعل فندم، الستة المضبوطين كان معهم أوراق تنظيمية وأوراق، يعني هم بيطلق عليها أوراق جهادية أو ما يسموه بالتربية الجهادية. وهذه الأوراق يعني بترسم لهم خريطة المستقبل كما يطلقوها أو ما يسموها. وهؤلاء المتهمين في سبيل تنفيذ ذلك كان هناك مجموعة آخرين تابعين لهم في منطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وفي محافظة الإسماعيلية، كانوا اتخذوا مخزنين لتخزين المواد المتفجرة شديدة الانفجار. كان مفترض أن يمرروا هذه المواد شديدة الانفجار إلى سيناء لارتكاب الأعمال التخريبية بها. أجهزة الأمن قدرت تداهم هذه الأماكن، قدرت تتعامل مع المتهمين، قبضت على 3 متهمين آخرين ليبقوا عدد المقبوض عليهم 9 متهمين، وتعاملت مع باقي المتهمين اللي فتحوا الرصاص على الأمن، وحصل تبادل واشتباك بالرصاص أسرع عن مقتل 11 إرهابي و11 كادر إرهابي مهم. مش كده وبس، أجهزة الأمن قدرت تضبط أكثر من 300 جهاز لاسلكي. اتضح إن المتهمين بيتعاملوا مع مجموعة من المهربين اللي بيمدوهم بأجهزة اللاسلكي. تعرف حضرتك إن أجهزة الأمن بتيجي فترة من الفترات بتقطع وسائل الاتصالات في محافظة شمال سيناء، هم بيلجأوا إلى أجهزة اللاسلكي للتعامل فيما بينهم بعيدا عن الملاحقات الأمنية، وحتى يتسنى لهم أنهم يربطوا ما بينهم وما بين بعض. أجهزة الأمن قدرت تضبط يعني منظومة ضخمة من وسائل الاتصال اللاسلكي بين مع المتهمين. هذا التحرك الأمني يعني فدى البلاد من عمليات ده جهد مقدر جدا استاذ محمود، وده بياتي كمان في ضمن او سياق ضربات استباقيه بتوجهها الدوله المصريه للارهابيين الفتره الاخيره، وده منع يعني عدد كبير جدا من الاعمال الارهابيه ان تقع. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود عبد الراضي، نائب رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. صباح الخير عليك. دي اخبار ايجابيه. صحيح. بقى دي الاخبار اللي احنا حابين فعلا ان احنا نسمعها وفي التوقيت ده بالذات.